خسر متصدر دوري روشن السعودي نادي الاتحاد أمام مستضيفه التعاون بهدفين لهدف ضمن مباراة الجولة 25 من الدوري السعودي. وبهذه النتيجة تجمد رصيد الاتحاد عند 59 نقطة في المركز الأول، فيما وصل التعاون للمركز الخامس بـ40 نقطة. تغطية في محاولة لعدم، هنا كرة خطيرة وكرة على جهة اليسرى وكرة خطيرة اتحادية